اغلب قرى مصر بيلموا فلوس من بعض عشان يبنوا مسجد مع كثره المساجد، لكن نفس القريه لا يوجد فيها مركز صحي. صحيح. ولا يوجد فيه مدرسه. تقول للناس دي ايه؟ انا كتبت مقال وبناء المستشفيات والمدارس احب الى الله من بناء المساجد، لان انا حسبتها، تعال نحسبها حسبه بسيطه جدا انا وحضرتك لو تسمح لي. احنا عندنا طبعا طبقا لتصريحات وزارة الأوقاف عندنا 140 ألف مسجد، بناء على مركز معلومات مجلس الوزراء عندنا 104 ألف مسجد. تمام؟ هنعتمد ده آسف ده غير الزوايا والحاجات الصغيرة. التصريحات وزارة الأوقاف أخيرة قالوا 140 ألف 137 ألف معلومات مجلس الوزراء 104 وشوية ألف مسجد. تمام؟ نعتبر هما بالمصليات والزوايا أو المعدود. ماشي. تمام؟ احنا عندنا تقريبا المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية 3000 وشوية. 3000 وشوية؟ أيوة. ده رقم أنا ما توقفتش أمامه. طيب عندك حضرتك المدارس، إحنا بنتكلم عن خدمة 100 مليون 101 مليون وشوية. عندك المدارس حضرتك، أنا جبت الرقم من معلومات مجلس الوزراء، حوالي 56 ألف مدرسة تقريبا وشوية. طيب لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، كان هو بيقول هذا الحديث كان فيه ثلاث مساجد بس وشوية مصليات، المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد قباء. عدد المستفيدين كان من ثلاث مساجد دول 120 ألف صحابي، فما ينفعش قليل. 120 ألف صحابي بنى سبع مساجد بعد موته إلى آخره الامر. فاحنا دلوقتي النهارده لما نيجي نفعل فقه الاولويات، انا عندي القريه بتاعتي اللي انا ولدت فيها كان فيها مسجد واحد بيلم القريه كلها وكلنا متحابين خلف امام واحد. صح. بننزل النهارده اقسم لك بالله العظيم الميكروفونات في الاذان بتلغش على بعضها، وبنروح المسجد نلاقي ربعه، نلاقي صف، نلاقي شوية كام واحد الى اخره. في بعض الشوارع وفي بعض المناطق حضرتك فيها ثلاث اربع مساجد وزوايا. صح. تدخل ما تلاقيش حد. طيب هنا بقى لما نقول بقى ثواب الله عز وجل، هو مش علاج المريض وإغاثة الملهوف اللي بينزف في حادثة، مش ده برضو بيدخل الجنة؟ عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا كان مريضا فلم تعد. فأنا شايف من كثرة إلحاح على الناس ابنوا المساجد عشان أضمن ده في الجنة. طب وانت لو بنيت مستشفى مش هتضمع قصر في الجنة؟ طب أنا هقول لك على حاجة يا سيد الفاضل، ابن مستشفى مكان بدل الجامع لو أنت عايز تبني جامع، وابن داخله مسجد، ابن مدرسة وابن داخله مسجد. ومن ثم هنا بقى لازم نتكلم عن فقه الأولويات. وبعدين الأمر في القرآن الكريم ليس بتكثير المساجد وإنما بتعمير المساجد. قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فالشاهد هنا، لا أنا بقول إن بناء المساجد والمدارس أولى الآن. ليه أولى؟ علشان إحنا عند الحمد لله وصلنا في المساجد إلى حد الكفاية، إلا إذا كان منطقة جديدة بقى. لو عندنا منطقة جديدة يبقى نبني فيها مسجد لاحتياج الناس، مفيش مشكلة. لكن نيجي نبني مسجد داخل منطقة سكنية، ده أنا المكان اللي أنا ساكن فيه حضرتك قدامي مسجد وفي الخلف مسجد، ساعات بيشغلوا ميكروفونات، ده بيقرأ سورة والتاني بيقرأ سورة، الإمام بيقرأ سورة في نفس التوقيت. طب أنا دلوقتي ده بينه وبينه 50 متر وده بينه وبينه حوالي 50 متر 100 متر تقريبا في 3 4 مساجد يا فندم. هل ده مقصود الإسلام؟ لا، مقصود الإسلام مش كده. مقصود الإسلام إن أنت تكون كل منطقة فيها جامع ومسجد جامع يجمع الناس خلف إمام واحد، إنما يكون فيها عدد كفاية من المستشفيات، إنما يكون فيها عدد كفاية من المدارس، إنما يكون فيها عدد كفاية من المراكز الصحية. ولذلك أقول بملء الفم أن أنت النهاردة عايز تبني جامع، أرجوك روح ابني مستشفى وسلمها، وأنت هتاخد أجر الصدقة الجارية إلى أن تقوم الساعة بكل نفس اتعالجت في هذه المستشفى كتبت لك إحياء نفس بشرية. ولو بنيت مدرسة كل تلميذ اتعلم في هذه المدرسة
كتب لك إحياء نفس بشرية. أنا غلطان في ده؟ لا حضرتك رجل الدين وعالم الدين. لا أنت أنت كمتلقي. أنا مقتنع بكلامك. أنت المتلقي مقتنع بهذا الكلام. في ذلك في ذلك ريب؟ لا في ذلك ريب. بالحكس. طب واحد بيقول له هو في الإربس من الإنتاج من الإعداد، هو أنا لو بنيت مستشفى وما بنيتش الجامع هيتبني لي قصر في الجنة؟ طبعا وأكثر. ما هو بناء ما هو فكرة بناء القصر في الجنة والبيت في الجنة، إن أنت بنيت جامع في مكان ما فيهوش مساجد، فبالتالي الناس صلت، فربنا ربنا سبحانه وتعالى عمل لك قصر في الجنة. طب لو بنيت مستشفى، الأنفعة المنفعة هتكون في عصرنا الحاضر المنفعة هتكون أعظم. تعال ناخدها من زاوية تانية، من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا، أو من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني مش بقول لحضرتك اللي سقط كلب دخلت الجنة، يبقى اللي حبني مستشفى مش هيخش الجنة.